محل كبير كده، فانا قلت ان انتوا خشوا مع رجال الصناعه ومع الشركات اللي بتنفذوكم مردود، عشان المكون المحلي ايه؟ المكون المحلي كامل. مستهدفنا عظمه يا فندم. كويس، عملتوا ايه؟ احنا فعلا عندنا وقت من مستهدف كل الانشاءات بتنشأ عندنا، الفلاتر بتنشأ عندنا، هو بس فقط الارشيه. والارشيه يا فندم احنا فعلا في تنسيق مع الهيئه العربيه للتصنيع، باذن الله نعمل مصنع ارشيه في مصر ان شاء الله. سنين جايين يعني، فلابد ان احنا يبقى عندنا حاجتنا كلها ونعمل الكلام ده ونشغل الناس. تمام كده؟ تمام. احنا بقى عاصم مش عايز. طيب ما ليه؟ الكوريين يا فندم، انا جبت كوريين وان شاء الله هنتكلم مع مصنع اللي شايف فندم، هم جايين لنا على اخر الشهر. يا نهار ابيض. تمام يا فندم. هنجيب اكتر من منظر يا فندم، والهيئه العربيه للتصنيع سيادتك جاهز بنشوفه. احنا بندور على مصنع. انا بقول الكلام ده دلوقتي واحنا قاعدين كده ليها كامل، عشان كل رجال الصناعه اللي في مصر يعرفوا ان في فرص كتير جدا لعمل ولصناعه تتقام لمنتجات احنا محتاجينها في خطه التنميه اللي مصر شغاله فيها. ده جزء منها، لكن احنا لما نيجي نتكلم في حاجات كتير جدا جدا ممكن تكون بتتكلم. مش كده؟ تمام. مش كده يا كامل؟ تمام. قلت لك هات رجال الصناعه ونقول ان احنا عايزين ده الكميات ديت خلال ال 10 سنين القادمين، بحيث ان هم يبقوا عارفين ان استثماراتهم هتعود اليهم مره ثانيه. معانا حرم فندم فعلا النهارده وسيادتك جوجيتها نعمل مصنعين كبار، واحد للاسانسيرات، واحنا بنستهلك فعلا تقريبا 10,000 اسانسير سنويا بالاضافه الى الشنرات بتاعه التكييف المركزي وغيره. تمام يا فندم. ماشي يا حسن. اتفضل. محطه تحليه مياه البحر بتطور طاقه 30,000 متر مكعب يوم، ويتفضل بالافتتاح الساعه